قول لي يا زياد، برضو يعني في مركز جديد شفنا مستر موسيماني في المباراه الاخيره الوديه بتلعب باك ليفت مش مركزك، لكن برضو ما شاء الله نزلت وبتادي وشكلك حلو في الملعب. هي كانت ظروف ان محمود وحيد في الجيش وعلي معلول في المنتخب، فكابتن موسيماني يعني كلمني ان انا هلعب في المكان ده، هو كابتن سامي. فاديت فيه الحمد لله بشكل كويس، يعني هو اتكلم معايا قال لي بتادي فيه بشكل كويس، بس في بعض الاخطاء طبعا انه مش مركزي. بس بيتكلم معايا كويس وبيقول لي لو اشتغلت يعني في المكان ده هيبقى ليك بصمه كويسه فيه يعني ان شاء الله. كويس. الصوره دي مع كابتن وليد. عايزك تعلق على الصوره دي. كابتن وليد مثلا الاعلى، يعني مش عارف اوصف حبي، انا يعني بحبه جدا وكان نفسي ان انا اتمرن معاه، والحمد لله ليا الشرف ان انا بتمرن معاه دلوقتي، بقى لي فتره طويله بتمرن معاه، فانا مبسوط جدا بحاجه زي دي. طبعا بيساند اي ناشئ طالع كابتن وليد سليمان بصراحه، يعني من اكتر واحد بيتكلم معايا كتير جدا، ويتكلم بيشجعني على طول في الملعب، ودي حاجه بتبسطني، يعني بتبسطني انا كزياد، بس مش هو لوحده يا كابتن وليد، في لعيبه كتيره جدا على طول جنبنا، ومش انا لوحدي برضو، انا وفخري واللعيبه الصغيره كلها على طول بيتكلموا معانا وبيشجعونا في الملعب وبيبقوا في ظهرنا يعني في اي وقت. فبصراحه يعني بنبقى مبسوطين احنا في الملعب ومطمنين وهم بيتكلموا معانا.